بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم، اللهم في كل وقت وحين، اللهم آمين. ما زلنا في صحبة كتاب الجامع الصحيح للإمام البخاري، وإحنا متوقفين عند مسألة ترتيب الإمام البخاري للجامع الصحيح. والجامع الصحيح مرتب على الفنون. يعني إيه على الفنون؟ يعني على الموضوعات، مش مجرد كده أن الإمام البخاري كان بيجمع الحديث جمع وخلاص، لأ، جمع منظم مرتب زي طريقة الفقهاء بالضبط في ترتيب أبواب الفقه. يعني تفتح أي كتاب فقه بنجد كتاب الطهارة، وتحت كتاب الطهارة الموضوعات الخاصة بالمسائل الخاصة بفقه الطهارة، كتاب الصلاة بعد كتاب الطهارة، وتحت كتاب الصلاة المسائل الخاصة بالفقه أو المسائل الخاصة بكتاب الصلاة، كتاب الزكاة كذلك، وكتاب الصيام، وكتاب الحج، في ترتيب منظم. وتحت كل كتاب بيخص موضوع معين بتجد تحته موضوعات كثيرة اللي هي بتعالجها هذه الأبواب تحت الكتاب. في الجامع الصحيح للإمام البخاري بنجد إن كل موضوع مفرد في كتاب، ده معنى إنه كتابه مرتب على الفنون. والإمام البخاري عمل كده ليسهل على القارئ والمتعلم أنه يقدر يوصل للأحاديث من خلال الترتيب ده، ترتيب المواضيع في الكتاب وترتيب المواضيع المتفرعة عن عنوان الكتاب، يرتبهم كده في أبواب. يعني مثلا بتجد كتاب الوضوء اللي هو كتاب الطهارة، وتحت كتاب الطهارة بيذكر الأحاديث الصحيحة في هذا الموضوع اللي هو طبعا اختارها وفق شروط منهجه، فبيذكر فروع موضوع الطهارة من خلال الأحاديث النبوية الشريفة، وبيحطها تحت أبواب لها عناوين. زي مثلا احنا شفنا كتاب الطهارة أو كتاب الوضوء، يحط تحته بقى كل الأبواب اللي بتشمل على باب بتتكلم عن مسألة الطهارة أو الوضوء. باب ما جاء، تجد عنده كده تحت الكتاب أبواب، زي باب ما جاء في الوضوء، زي باب لا تقبل صلاة بغير طهور، باب إسباغ الوضوء، باب المسح على الخفين. كل الأبواب دي موجودة فين؟ تحت كتاب الطهارة. يبقى هو بينظم، مش بيجمع كده الأحاديث ويحطها بلا تنظيم، لا، مقسم كتابه إلى كتب تحتها أبواب. وهنشوف تفصيل هذا الأمر، لكن نخرج للفاصل وبعدها إن شاء الله نتابع مع الإمام المبجل الإمام البخاري. مرحبا بالسادة المشاهدين الكرام، ونعود إلى الإمام البخاري في الجامع الصحيح. وإحنا اليوم بنتكلم عن منهج الإمام في الصحيح، ومشين كده بالراحة مع بعض عشان نفهم الجهد العظيم اللي قام به الإمام البخاري، وليه هو اسمه تصدر وبلغ هذه المكانة الكبرى، مش من فراغ إنما من العلم العظيم اللي ربنا سبحانه وتعالى فتح بيه عليه، وهو كمان شدة حرصه على تلقي العلم وأسفاره الكبيرة والكتيرة والمتنوعة، وصبره وتحمله في مسألة تلقيه للعلوم والمعارف، وبالذات في علوم الحديث النبوي الشريف. الحقيقة أنه حل الإمام البخاري الصحيح بفقه وفهم نير. يعني إيه؟ هو الحقيقة مع اعتبار الإمام البخاري للموضوعات اللي كان بيقسم على أساسها كتب الجامع الصحيح، ومرتب داخل الجامع كتب،
تحت الكتب أبواب. الكتب دي بتحمل موضوعات، يعني مع اعتباره لهذه الموضوعات اللي رتب عليها الكتب والأبواب داخل صحيح الإمام البخاري، زاد على كده بأنه جعل لكل باب تحته حديث عنوان. العنوان ده بيتسمى ترجمة. حتى نسمع دايما علماء الحديث لك وترجم لها الإمام البخاري بكذا، أي عنون لها الإمام البخاري بكذا، حط لها عنوان. والعنوان ده إذا أنت بتقراه تجد أنه بيشير بهذه العناوين إلى المعاني المقصودة في كل باب. ومن هذه التراجم أو من هذه العناوين في صحيح الإمام البخاري، منها اللي هو مختصر يعني قصير، ومن العناوين دي اللي هو مطول طويل شوية. وضع الحقيقة البخاري فيها في هذه العناوين الكثير من الفقه في استنباط المعاني والفوائد من أحاديث الباب. وكان برضو في بعض الأبواب يستعين بأقوال للصحابة وأقوال للتابعين. المهم إن هو بيحط عنوان لكل باب، والعنوان ده من خلاصة اللي فهمه من الحديث النبوي الشريف. عشان كده بنقول فقه الإمام البخاري واضح جدا في منهجه في الكتاب. يعني مثلا كتاب بدء الوحي، وكنا أشرنا إليه قبل كده، في كتاب بدء الوحي اللي هو ابتدأ به الكتاب، وكلمنا قبل كده هو ليه ابتدأ الكتاب بموضوعات أو الأحاديث اللي بتتناول موضوع بدء الوحي. في كتاب بدء الوحي تفرع تحت الكتاب ده إلى باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفرع كمان تحت الكتاب ده باب سماه من الوحي الرؤيا الصادقة. من الوحي الرؤيا الصادقة. نضرب مثال، تحت هذا الباب ذكر الحديث اللي أخرجه الإمام البخاري بسنده عن أمنا السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. يبقى أنت هو حط العنوان إن من الوحي الرؤيا الصادقة، استوحى المعنى من الحديث. فلما نيجي بقى نشوف معنى الحديث اللي فهمه كويس قوي الإمام البخاري، واستخلص إيه المعنى، وحط عنوان الباب من خلاصة ما فهمه وارتضاه من الحديث الذي يسوقه تحت الباب كتاب بدء الوحي، وتحته أبواب، وكل باب بيحط اسم أو عنوان قبل أن يذكر الحديث. احنا في الحديث بتاع أمنا السيدة عائشة اللي بتوصف بيه ان سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام اول ما بدأ به من الوحي كانت الرؤية الصادقة. النبي عليه الصلاة والسلام يشوف الرؤية او يرى المنام، وبعدين يتحقق كفلق الصبح، جاءت مثل فلق الصبح، يعني تتحقق ويكون لها وجود واضح زي ضوء الشمس الصبح الذي لا يختلف عليه اثنان، وتيجي واضحة كده. وبعدين بتروي لنا أمنا السيدة عائشة وبتقول: ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنس فيه، التحنس يعني التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزغ إلى أهله ويتزود. لذلك يعني كان سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام يحب أو كان يحب أن يخلو بنفسه في غار حراء، بيتحنس، يعني كان بيتعبد عبادة شديدة جدا في غار حراء، ويتزود زي ما أمنا السيدة عائشة بتقول رضي الله تعالى عنها، ويتزود لذلك، يتزود للقعدة، يجيب الطعام بقى والشراب يعني، ثم يرجع كما قالت أمنا السيدة عائشة: ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها.
يعني يرجع إلى أمنا السيدة خديجة رضي الله عنها، فياخد منها زاد جديد، الطعام الشراب بتاعه اللي هيصطحبه معاه إلى غار حراء، يروح تاني يبقى النبي عليه الصلاة والسلام يخلو الليالي والأيام الكتيرة، يتحنس يتعبد، وكان يحب هذا الخلاء، يقعد مع نفسه في غار حراء من أجل التعبد، من أجل العبادة. واستمر صلى الله عليه وسلم على هذه الخلوات والتعبد حتى أشرقت عليه أنوار النبوة. وكما جاء في رواية الإمام البخاري بسنده عن أمنا السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها: حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك سيدنا جبريل يعني، فقال اقرأ، بيقول لسيدنا رسول الله اقرأ، فالنبي عليه الصلاة والسلام يجيبه: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت: ما أنا بقارئ. يعني ضم النبي، أخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، يعني ضمني ضمة شديدة جدا حتى بلغ مني الجهد. وبعد كده أرسل النبي فقال له اقرأ، قلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، يعني حتى بلغ من هذا الجهد والمشقة أقصى ما تتحمله الطاقة البشرية. وبضمة سيدنا جبريل عليه السلام لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت إناث لحضرة رسول الله عليه الصلاة والسلام، كانت تقوية لنفسه، كانت تنشيط لقلبه على تلقي الوحي الإلهي. وبعدين: ثم أرسلني فقال اقرأ للمرة الثالثة، فقلت: ما أنا بقارئ. يعني النبي بيجاوب على سيدنا جبريل يقول له: كيف يعني، إزاي نقرأ وأنا لا أستطيع القراءة، وأنا أمي لا أقدر عليها ولا علم لي بها. فهو النبي الأمي صلى الله عليه وسلم. وألقاكم بعد هذا الفاصل. أهلا بكل مشاهدينا الكرام. نذكر أن احنا قبل الفاصل كنا مع كتاب الجامع الصحيح للإمام البخاري، بنحاول نشوف المنهج بتاع الإمام البخاري، بنحاول نبسط قدر الطاقة كيف سار الإمام البخاري في كتابه الجامع الصحيح، وكيف قام بتنظيم الكتب والأبواب تحت الكتب داخل كتابه الشهير الجامع الصحيح. وكنا بنتكلم إنه الإمام البخاري نظم هذا الكتاب في أو هو منظم على موضوعات زي الكتب الفقهية، لكن كان في ترتيب خاص عمله الإمام البخاري. ابتدأ بالحديث عن كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحت هذا الكتاب كانت هناك أبواب، وكل باب بيبقى فيه عنوان قبل ما يذكر الحديث تحت هذا الباب، بتجد عنوان الباب وبعدين الحديث الذي يذكره تحت هذا الباب. وإنه العنوان ده إما بيكون من خلال ما فهمه الإمام البخاري من الحديث الشريف، يعني من خلال ما فقه وفهم من أنوار الحديث الشريف يضع عنوانا، أو بيستدعي مقولة للصحابة أو التابعين يعنون لها أو يعنون الباب بها، وده اللي بيسمى تراجم الإمام البخاري أو ترجمة الباب بوضع هذا العنوان عشان ناحية تنظيمية في التأليف. وده طبعا صورة في هذا الزمن المبكر فيها ابتكار من الإمام البخاري، فيها إبداع في عملية التصنيف والتأليف. وكنا واقفين قبل الفاصل عند كتاب بدء الوحي، في أحد أبواب هذا الكتاب
كان بيعرض الإمام البخاري لحديث أمنا السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، فأخرج الإمام البخاري في صحيحه بسنده إلى أمنا السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وهي تروي لنا إن أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة. وتوقفنا وهي طبعا قصت علينا إنه النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يتحنث في غار حراء وكان بيعد حبب إليه إنه يختلي بنفسه في غار حراء فيعبد ربه سبحانه وتعالى، وكان بينزل إلى أمنا السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها يتزود بالطعام والشراب، لأنه كان بيقعد أيام وليالي كتيرة جدا في غار حراء يتعبد بداخل في داخل هذا الغار لحد ما ظهر الحق وجاء إليه وأرسل إليه جبريل عليه السلام بأمر الله تعالى، وإنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم اقرأ، فقال صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ، وكررها على النبي وضم كمان النبي عليه الصلاة والسلام، وفي كل مرة يضمه وبعدين يسيبه وبعدين فقال اقرأ، فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول فقلت ما أنا بقارئ، يعني إزاي أنا هقرأ، كيف أستطيع القراءة وأنا أمي لا أقدر على القراءة ومليش علم بيها. صحيح هو النبي الأمي صلى الله عليه وسلم، الأمية نقص في البشر إلا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فهي كمال وإعجاز صلى الله عليه وسلم. لما رد كده على الملك، لما رد سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام على سيدنا جبريل قال فأخذني فغطني الثالثة للمرة الثالثة، كل مرة يقول له اقرأ يقول له ما أنا بقارئ، يقوم يضم سيدنا جبريل وضم شديد. النبي عليه الصلاة والسلام بيوصف يقول حتى إذا أخذني منه الجهل، يبقى فيه الأمر شدة شديدة، فأخذني الثالثة دي برضو فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني، يعني يضم النبي ضم شديد جدا وبعد كده يسيب النبي عليه الصلاة والسلام. المرة الثالثة قال سيدنا جبريل لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، يعني اقرأ أيها الكريم ما أقوله لك وأبلغه إليك مستعينا باسم الله وحوله وقوته ومستعينا بقوة القادر وإقدار المولى سبحانه وتعالى إنه يعينك فيقدرك على القراءة، لأنه هو الخالق العظيم الذي وهب الوجود لكل موجود وأوجد الأشياء على غير مثال سابق، قادر على تمكينك من القراءة دون أن تتوفر لك أسبابها، أسباب القراءة. أقرأ سيدنا جبريل أقرأ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقرأه أول سورة العلق حتى بلغ علم الإنسان ما لم يعلم إلى نهاية الحديث النبوي الشريف. إحنا بس بنجيب أمثلة عشان نشرح من خلال منهج الإمام البخاري من خلال المثال عشان يتضح، أما أجي كده أفتح الجامع الصحيح إزاي أتعامل معاه وأبقى فاهمة منهج الإمام فيه وأشوف قد إيه هذا الإبداع وهذا التوفيق الإلهي اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني فتح بيه على الإمام البخاري، وإنه هذا التنظيم وإلى كتب وإلى أبواب ويستخرج المعنى المفهوم. وعلى فكرة التراجم أو عناوين الكتب كما ذكر العلماء أن فيها أسرار فتح بها على الإمام البخاري، فبالتالي وانت بتقرأ كتاب الإمام البخاري أبقى عارف أنا ماشي إزاي، إيه المنهج بتاعه وإيه الخطة العمل بتاعته في هذا الكتاب. شوفوا القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة كيف نظمت، نظم الوحي الشريف، كيف نظم الوحي الشريف عقول علماء المسلمين فخرجوا علينا بهذه الفتوح اللي ربنا سبحانه وتعالى فتح بها على هؤلاء العلماء الكرام.
نعود إلى أصل كتاب الإمام البخاري. بعد كتاب بدء الوحي، احنا قلنا كتاب الجامع الصحيح مقسم إلى كتب، كل كتاب تحته أبواب. أول كتاب كان كتاب بدء الوحي. بعد كتاب بدء الوحي، كتاب بدء الوحي تحته أبواب، جه بعديه كتاب الإيمان، وتحت كتاب الإيمان أبواب كتيرة. ثم بعد، يبقى كتاب بدء الوحي وتحته أبواب، بعد كده كتاب الإيمان وتحته أبواب، بعد كده كتاب العلم وتحته أبواب، ثم بعد ذلك جاء بكتاب الطهارة وتحته أبواب الأحاديث، يعني الأبواب كل باب فيه حديث، وكل حديث له عنوان زي ما احنا شرحنا، وبعيد بس عشان نكرر ونثبت المعلومة. في هذا النسق المنهجي العجيب اللي ربنا فتح به على الإمام البخاري، هذا النسق المنهجي الواضح اللي بتنتظم فيه كتب الصحيح وأبواب الصحيح في الجامع الصحيح، بيتبين لنا من خلال هذا الاستقراء، بيظهر لنا التسلسل الموضوعي في العرض عند الإمام البخاري في كتابه الجامع الصحيح، وبتظهر لنا أسرار، وبنشوف بعض، بنحاول نتعرف على بعضها بتيسير الله تعالى وفتحه. ورحم الله شيخنا المبجل الإمام أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري، رحمه الله تعالى على ما قدم للأمة من خير وعلم عظيم.